السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طبنا ديكور. عدنا لكم بفيديو جديد، فيديو تطبيقي، هذه المرة ستيكو رخامية. توجد في السوق عدة أنواع من الستيكو، ونحن هنا اخترنا ستيكو أندلسية التابعة لشركة أوداسيا نظرا لجودتها الممتازة. إذن هذه علبة أندلسية التابعة لشركة أوداسيا المغربية، بها 25 كيلوغرام وزن صافي. بالنسبة للأدوات المستعملة في هذا التطبيق، فإمكانكم العمل بالأدوات التي ترونها مناسبة لكم والتي تمتلكونها، بشرط وهو أن يكون المعالج المعدني من النوع الرفيع إينوكس، ويجب أن يكون حاد. هذه الأدوات المستعملة في هذا التطبيق. نقوم بفتح علبة الستيكو. يجب خلط المنتوج جيدا قبل الاستعمال، يجب أن نخلط المنتوج بشكل جيد. بداية تطبيق الستيكو الرخامية، دائما نبدأ من الجانب وبشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل مباشرة من الطبقة الأولى، بعكس الستيكو العادية. نبدأ من الجانب وبشكل مائل كما ترون أمامكم. هذه الطبقة الأولى من الستيكو، نقوم بتطبيقها من الأعلى إلى الأسفل. هي توجد عدة أنواع من الستيكو في السوق، ولك الاختيار في المنتوج الذي يعجبك. نحن هنا اخترنا ستيكو أندلسية. الطبقة الثانية من ستيكو الرخامية بنفس خطوات الطبقة الأولى، بشكل مائل من الأعلى إلى الأسفل مع حركات تموجية. نطبقها بنفس الطريقة الأولى مع حركات تموجية.
الطبقة الثالثة من ستيكو الرخامية، نحضر الألوان الرخامية المطلوبة، وهنا اخترنا اللون الرمادي الداكن مع اللون الرمادي الفاتح بالإضافة إلى اللون الأبيض، ونخلط كل لون على حدة وبكمية قليلة دون تبذير لأننا لا نحتاج إلى كمية كبيرة. اخترنا اللون الرمادي الداكن مع اللون الرمادي الفاتح، لك الاختيار في اللون الذي يعجبك. هذه هي الألوان الرخامية التي سوف نستعملها في ستيكو. نضع الألوان على حافة المالج المعدني ونقوم بطليه على السطح بحركات مائلة. نضع الألوان على حافة المالج المعدني ونقوم بطليها على السطح بحركات مائلة لمحاكاة منظر الرخام الطبيعي. بنفس الطريقة من الأعلى إلى الأسفل مع الضغط قليلا على المالج المعدني. لون رمادي داكن مع لون رمادي فاتح ومعهما اللون الأبيض بنفس ستيكو، كمية قليلة فقط، وهذا لإظهار الرخامية. نقوم بتطبيقها على كامل السطح كما ترون أمامكم. ثم مباشرة بعد ذلك نبدأ في إظهار لمعان الستيكو بواسطة المالج المعدني وكذلك إظهار العروق.
نقوم بتطبيقها بواسطة المعالج المعدني. نقوم بالضغط جيدا على معجون ستيكو كما ترون أمامكم، وهذا لإظهار اللمعان وكذلك العروق الرخامية. نحن هنا استعملنا هذه المساحة الصغيرة، أما في المساحة الكبيرة مساحة العمل مع حرفي، يجب العمل مع حرفي أو اثنين، لأن ستيكو تتطلب مهارات وجهد بدني كبير حتى تظهر بلمعانها المطلوب. يجب الضغط جيدا على المعالج المعدني لإظهار اللمعان بالشكل المطلوب كما ترون أمامك. المرحلة الموالية وهي رسم عروق تحاكي العروق الرقيقة الموجودة في الرخام الطبيعي، وتستطيعون هنا الرسم بريشة الرسم أو القلم كما يظهر أمامكم. نقوم برسم عروق الرخام بواسطة هذا القلم. أو بواسطة قلم خاص. لكم حرية العمل فيما تريدون. نحن هنا استعملنا هذا القلم العادي. وأخيرا هذا هو الشكل النهائي المطلوب كما ترون أمامكم. هذا هو شكل ستيكو الرخامية، تظهر وكأنها عبارة عن رخام. ويمكنك لحماية ستيكو استعمال سراج الحماية لحماية الستيكو، ويوجد عدة أنواع من السراج. إذا كان هذا هو تطبيق اليوم من ديكور الستيكو الرخامية.
تطبيقه كان بمراحل، مراحل بسيطة وفي متناول الجميع. أرجو أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وبرتاج الفيديو، ولا تنسوا أن تزورنا في موقعنا على الإنترنت www.طبنديكور.com. بارك الله فيكم وشكرا.